أجلها. لا نجيب أحسن. طيب تفضل. ترى أنت أخر. بالنسبة لأم عمر تقول أين علماء الأمة، لماذا لا يفتون بكفر علماء الشيعة؟ يعني هي القضية ليست تتبع أشخاص، أن هم علماء الأمة بشكل عام يفتون بكفر من يقول بهذا القول. فهم يفتون أن هذا القول كفر، الطواف حول القبور، دعوة أن علماء أن أئمة الشيعة يحيون يميتون يتصرفون في الكون، حقوق الربوبية، حقوق الألوهية، عندما يعطونها لغير الله تبارك وتعالى، فينص العلماء على أن هذا الكلام كفر. أما قضية انتقاء أشخاص بأعيانهم، فلان كافر فلان كافر، فهذا لو سئل أحدهم مثلا عن شخص ما يقال هل هو كافر هل هو مسلم، ممكن تأثر. وصدرت فتوى أذكر من علماء المسلمين أظن مجمع علماء المسلمين أفتوا بكفر الخميني في رسالة، في هذا ما أفتوا بكفره في حياته، صدرت فتوى بكفر الخميني. فقضية كفر هؤلاء يعني بعض علماء الشيعة الذين ذكرت أقوالهم الآن، هل لا شك في كفرهم؟ يعني نور الطبرسي هذا هل يشك أحد في كفره عندما يقول أن القرآن الكريم يعني محرف في آيات سخيفة؟ طيب لما هل أحد يشك في كفر سلطان الجنابذي؟ هل يشك أحد في كفر محمد صالح المازندراني أو يوسف البحراني أو هاشم البحراني أو نعمة الله الجزائري أو المجلسي؟ لا يشك أحد بكفر هؤلاء، فهلا كفر متفق عليه بين أهل العلم. من يطعن بكتاب الله تبارك وتعالى بهذه الصورة، هذا غير الكفريات الأخرى. نحن نتكلم عن كفرية واحدة، وهؤلاء جمعوا الشر من جميع صوره. فقضية أن العلماء يفتون بهذا، العلماء مفتون بهذا من زمان، لكن قضية تخصيص أشخاص بأعيانهم هذا إذا سئل عن الشخص نفسه.